انا عايز اقول على حاجه حصلت النهارده لازم الناس كلها تاخد بالها. الكمين، انا ما كنتش اعرف ان في تحليل في الكمين. دخلت الكمين لقيت الضابط بيقول لي حلل، فقلت له احلل خلاص بكره اروح الدكتور واحلل. قال لي يا حبيبي حلل مخدرات. فتمام رحت حلل مخدرات، لقيت ناس كتير. حد اداني كوبايه قال لي املاها، فتمام هملاها. وانا داخل املاها لقيت راجل كده كبير بجلابيه، قال لي بقول لك ايه يا حبيبي؟ قلت له ايه يا حاج؟ قال لي بتشرب حاجه؟ قلت له لا والله ما بشربش. قال لي حلو، خد املالي دي معاك. فقلت له املاها ايه؟ قال لي صب لي فيها. قلت له حاضر يا حاج حاضر هصب لك فيها. المهم دخلت الحمام وبتاع وانا يعني بصب هنا وهنا، فسامع بقى ورا الناس بتقول ده في واحد جوه ما بيشربش، اللي عايز حاجه يديله كوبايه. فلقيت بقى كوبايات بقى عماله تخش لي من تحت البتاع بقى، فاهم؟ والنبي يا كابتن معلش، والنبي اكل عيشنا هيقف وبتاع حبه وبتاع. فالمهم تمام معايا حوالي 7-8 كوبايات، قاعد عمال اقسم فيهم يمين وشمال. خير بقى بعمل خير. المهم خرجت بقى فاهم، شايل صينيه كده عليها طقم كوبايات، كل واحد ياخد كوبايته. الراجل الكبير بيعمل ازاي؟ ايه الحبه اللي انت حطيتهم لي دول؟ ما تزودها شويه. قلت له يا حاج انا جبت اخري يعني، انا مش قادر بصراحه، عمال اعصر في نفسي مش قادر. قال لي طيب ماشي. المهم رحنا عند الضابط وبتاع، وكله بقى عمال يدي له بقى الكوبايه منشكح ومش عارف ايه. المهم مشينا كلنا الحمد لله. عايز اقول لك كميه سعاده وفرح انا ما شفتش كده. انا عايز اقول لك راجل صعيدي ده شالني على كتفه وقعد يجري بيا في الصحراء. والله يعني الحمد لله احنا نعمل خير وتباقي على ربنا. يا جماعه ما تحرموش حد من حاجه، اللي عايز حاجه اديها له. تمام؟ السلام عليكم.